عندما ننظر إلى حبة السكر نجدها نادرة وذو قيمة عالية، لهذا تسمى الذهب الأبيض. تم إنتاج السكر من قصب السكر في الهند منذ 300 سنة قبل ميلاد، حيث سجلت بعثات قام بها الإسكندر المقدوني للهند إن هناك نبات ذو عيدان طويلة وبها طعم العسل تنمو هناك. سكر الطعام له أسماء عديدة: الذرة الأبيض، المسحوق الأبيض، أو سكر كريستال، حيث تأتي كلها من قصب السكر. قصب السكر يشبه في شكله نبات الخزران، وله ساق طويلة يبلغ طولها حوالي 6 أمتار. وهنا يقوم المزارع بإزالة القشرة الخارجية لعود القصب، ويقطع جزء منها ليمتص العصارة الموجودة به. وفي الحقل تقوم ماكينة الحصاد بقطع قصب السكر من القاعدة، وتقوم المواسير الحلزونية بنقل القصب إلى خزانات النقل بواسطة مراوح خاصة. كذلك تقوم هذه الماكينة بتقطيع عيدان القصب إلى قطع صغيرة، وعلى الفور تقوم عربات النقل ذات الصهاريج الكبيرة بحمل قطع القصب إلى المصنع لتصنيعها. وها هي عربات النقل محملة بقطع القصب تتحرك إلى المصنع. وكنتيجة للقطع تبدأ عيدان القصب بفقد خواصها الصلبة وتصبح لينة. وفي المصنع تتم عملية التفريغ على طاولة الاستقبال، ويتحرك القصب على طاولة الاستقبال إلى المغسلة، حيث يغسل عدة مرات ليكون نظيفا قبل استخراج العصارة منه. ثم يمر قصب السكر على مطرقة دائرية لكي يسحق ويفقد صلابته ليصبح قطعة صغيرة لينة. ثم تدخل القطع اللينة إلى آلة العصر لاستخلاص عصارة القصب من الألياف التي تسمى المصاصة. آلة العصر عبارة عن اسطوانات في مجموعات متتابعة بها حواف حادة تمر القطع اللينة من خلالها لاستخلاص كل عصارة القصب. وهنا يتم فصل عصارة القصب عن الألياف المسمى بالمصاص، وتبقى الألياف المسمى بالمصاصة جافة تماما. ويقوم المراقبون بمتابعة مراحل العصر بعناية فائقة، وبعد ذلك يتم تجميع العصير من أسفل وأعلى العصارات. ومع انتهاء تلك المرحلة يكون قد تم استخلاص العصير من قصب السكر وتبقى الألياف. قبل عملية تحويل العصير إلى بلورات السكر يتم أخذ عينة إلى المعمل لفحصها جيدا، ويقوم الفنيون بتنقية هذه العينة من الشوائب، ويتم وضع العينة على جهاز خاص لقياس درجة تركيز السكر. هذا ويتساقط العصير من أعلى إلى أسفل هذا البرج الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، ويخلط الجير من خلال العصير، ويضخ ثاني أكسيد الكربون خلال الخليط. تلك العملية تتم في أحواض كبيرة مسخنة بالبخار، حيث يضاف إلى العصير الجير هيدروكسيد الصوديوم ويقلب باستمرار، فيتحد الجير مع بعض الأحماض الموجودة بالعصير مكونا أملاحا جيرية غير ذائبة ترسب في القاع حاملة معها جميع الشوائب والمواد العالقة. ويستخدم ثاني أكسيد الكربون بعد ذلك لإزالة الجير الزائد ومعادلته. ويتم مزج العصير مع الجير لمدة 6 ساعات لإتمام عملية المزج، ويتغير لون السكر من البني إلى الاصفرار نتيجة إضافة الجير. تبدأ الشوائب في الترسيب في قاع السهريج، وتستخرج عملية الترسيب للشوائب في القاع ما يزيد على 2 ساعة. وعند ضخ ثاني أكسيد الكربون يتفاعل مع الجير مما يؤدي إلى تشكل الطين الذي يجذب الشمع والمادة الصمغية والشوائب الأخرى. وسوف يتم إزالة الطين والرواسب الصلبة حيث ينتج لنا سائل خالي من الشوائب.
وتظهر أنابيب الاختبار عينة السائل بعد ترسيب الشوائب، وهنا تتم إزالة الطين والرواسب الصلبة من على الصهاريج، حيث تستغل في تسميد التربة، أما المصاصة فتستغل كوقود. العصارة الآن يتم غليانها في جهاز التبخير، وهنا يتحول تركيز السكر من 50% إلى 60%، ثم يتم جمع العصير في عدد 15 صهريج، وذلك لإزالة أي شوائب قد تطفو على السطح. ثم تقوم تلك الجرافات بعملية إزاحة الشوائب بعيدا عن سطح السائل وتجميعها خارج الصهاريج. وها هو ناتج هذه المرحلة، عبارة عن شراب مركز بني اللون. وهنا في هذا الجهاز يتم إضافة محلول كحولي من السكر إلى العصير المركز كمادة مساعدة في عملية البلورة. العصير المركز الكثيف يتم وضعه في غليات كبيرة مفرغة الهواء حتى تتكون بلورات السكر، ويتم الفحص للتأكد من تكون تلك البلورات بواسطة فنيين متخصصين في هذا المجال. وهذا الخليط من بلورات السكر والعصير المركز الكثيف يصب في جهاز قوة الطرد المركزي، الذي يقوم بطرد العصير المركز المسمى المولاس، والإبقاء على بلورات السكر في الشبكة الخاصة بذلك، وتكون سرعة الجهاز 1200 دورة في الدقيقة. كذلك تقوم رشاشات المياه بعمل عملية غسيل البلورات، ويقوم جهاز قوة الطرد المركزي بتجفيف تلك البلورات، حيث أن عمل هذا الجهاز مشابه للغسالة المنزلية من حيث دورة تجفيف الملابس. وبعد ذلك نقوم بإخراج بلورات السكر من جهاز قوة الطرد المركزي. هذا المنتج عبارة عن السكر الخام مع المولاس، ولم يدخل عملية التبييض، وهذا السكر الأبيض مع قليلا من المولاس ودخل عملية التبييض. السكر الموجود الآن يدخل في جهاز التجفيف الكبير، ويتدفق الهواء بقوة في الداخل حتى يجف السكر وينخفض معدل الرطوبة إلى 2%، وهذا هو المعدل القياسي لسكر المائدة. يتم تعبئة السكر المجفف في أكياس تزن الواحدة منها 1000 كيلو. يقوم الونش بوضع هذه الأكياس على المنحدر، وحمولة الونش هي 3000 كيلو. يقوم العاملون بفتح كل حقيبة وإخراج السكر منها، وتقوم ماكينة التعبئة بعمل أكياس بلاستيكية يزن الواحد منها 2 كيلو، وتقوم بفصل كل كيس عن الآخر، حيث يتم تعبئة 200,000 كيس يوميا بما يعادل 400 طن سكر يوميا. وتوجد عبوات السكر الأبيض في الأسواق في أشكال متعددة.